like a bell cut. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام. دائما قضية أمي فاطمة. الفيديو غادي نشوفو فيه بأن أمي فاطمة كتعاود الهضرة ديال شي نساء كان وحدها تيقولوا ليها شنو تقول باش يعني الروبورتاج يدوز هو هداك. فبعض القنوات ولهم حرية التعبير وكنحترم الآراء ديالهم قالوا بأنها تتكذب وبأن هذا اتفاق على توأم صفاء وهناء باش يعني يطيحوا من قيمتهم وباش يعني ما يبقاوش بالقيمة ديالهم اللي هي في عينين المغاربة كاملين. بعض القنوات اخرين قالوا بان شافوهم شدوا الدكتوره وداكشي علاش نوضع لهم هاد البلبله. وحدين اخرين قالوا بان حمزه من بيبي هو السبب في هادشي هذا. فالسيده امي فاطمه كما كيعرفها الكل وكما شافها الجميع ديال المغاربه داخل الوطن او خارج الوطن هي مرأة ساذجة يعني ما كتعرفش تهضر حتى الهضره اللي كتبغي تخرج ما يعني راه ما كتعرفش كيفاش انها توصلها كما تنقولوا ما كتعرفش تكون جمله مفيده كما شفتوا الكلام ديالها. فهذوك العيالات ربما من الدوار ديالها او قريبات ديالها فهما فقط ماشي كيحفظوها الاسامي او انهم تيقولوا ليها شنو تقول بالعكس هي عارفه شنو تقول يعني القصه هي اللي عاشتها والاحداث هي اللي عاشتها فقط كيقولوا ليها يعني الطريقه كيفاش انها توصل للناس او المشاهدين الافكار ديالها او المعاناه اللي عانتها. هي في الحقيقه بقات فينا كاملين كتقلب على بنيتها كنطلبوا من الله انها تلقاهم في القريب العاجل. ولكن البعض يعني قالوا لا بان مادام كيقولوا لها شنو تقول اذا هي راها مخلصينها ويعني وجايبينها او خرجوها الاعلام فقط باش تطيح من الفنانتين وهذا فخ. فانا الراي ديالي كما قلت كنحترم الاراء كاملين ديال جميع القنوات ولكن انا الراي ديالي مخالف. كنقول بان السيده يعني ما عندها حتى شي علاقه بهذاك الهضره اللي قالوا بالعكس هي السيده يعني ساذجه ونيه ما كتعرفش حتى تهضر فقط كانوا كيساعدوها باش انها توصل للمشاهدين الفكره كما يجب. فغادي نخليكم مع الفيديو وحتى نتوما حكموا وخليوا لي تعليق وشكرا لكم على المشاهدات ديالكم والتفاعل ديالكم مع الفيديوهات ديالي وبسلام عليكم. قولي المرة اللي ديتو المرة الرشيدة حالي مرة رشيدة.